وقت ما انا بسجل الفيديو ده اف سي 25 نزلت بشكل رسمي وتقدر دلوقتي حالا تشتريها من موقعنا. عندنا نسخ للبي سي سواء على ستيم او اي اي اب باللي هو اورجين سابقا، وكمان في نسخ باللغه العربيه والتعليق العربي. ولو انت عندك بلاي ستيشن 4 او 5 او اكس بوكس يبقى تشحن بكروت شحن الرصيد من موقعنا وتشتريها من عندك على الستور. ولو عايز تلعبها بالتعليق العربي يبقى تعمل اكونت عربي يعني سعودي او اماراتي اللي يعجبك بقى، وتشتري كروت من عندنا نفس بلد الاكونت اللي انت عملته، وتشتري بعد كده اللعبه من الستور عندك على الجهاز. اللعبه نازله سخنه قوي، وسمعت ان في كارت الارفريز عامل 90 كده ولا حاجه هينزل في الحدث بالعشان من نوزليك، وفي كارت كمان لديجو جوتا 87 هينزل في الاس بي سي. اللعبه بدايتها نار، وعارف ان في ناس كتير مقلقه ومش عارفه ايه الجديد في الجزء ده. ما تقلقوش، الناس دول انا عامل لهم فيديوهين مخصوصين عشانهم هيعرفوهم ايه الجديد سواء بقى في الجيم بلاي او الخطه اللي اتغيرت شويه، ومود رش الجديد اللي بدل مود الفولتا اللي متعودين عليه. بس مود رش دوت هتقدر تلعبه في كل مودات اللعبه، لا انت تشوف الفيديوهين بقى احسن عشان الموضوع كبير قوي. ولو انت اول مره تشوفني اعرفك بنفسي، معاك محمود من ايجينيوتك، بحب كل فتفوته في عالم الفيديو جيمز زيك بالظبط. اشترك في القناه ووردز عليك عشان شهر اكتوبر من الاشهر القليله اللي بتحمس ليها، وده عشان الالعاب الرعب اللي هينزلوا فيه. اول حاجه عايز العبها الشهر ده هي سايلنت هيل 2، ريميك جديد حصري على البلاي ستيشن 5 والبي سي. كونامي بتحاول تراجع حب الناس ليها بعد العك اللي عملته، وعلى فكره اللي مطور الريميك ده استوديو بلوبر تيم، وبيقولوا ان ده مش هيكون اخر تعاون ما بينهم وما بين كونامي. الاستوديو ده قدم لنا العاب رعب زي ليرز اوف فير، وطوروا برضو لعبه ذا ميديوم. اللعبه دي قريبه شويه من جو سايلنت هيل. خلينا في المهم في سايلنت هيل. بطل اللعبه هيجي له رساله غريبه من زوجته المتوفيه، هو على طول من غير كلام هيروح لسايلنت هيل على امل انه يشوفها تاني. كفايه كده عشان نحرق، انا زيك بالظبط بقى، اول لما شفت الجرافيكس بتاع اللعبه ما حسيتهاش حاجه جامده، حسيته كده كانك بتلعب اللعبه وعامل كل الاعدادات بتاعت الجرافيكس على لو. بس شفت لها جام فيديو جيم بلاي وبعد كده حسيت الموضوع عادي، يعني زي ما تقول كده خدت عليه. واعتقد اول لما اللعبه تنزل ونمسك الدراع ونخش في الاجواء هنتغاضى عن فكره الجرافيكس اللي كابكوم عششتها في دماغنا وفضل معلق معانا بعد ما شفنا جرافيكس وجيم بلاي عظمه من ريميك ريزن ايفل 2 و 3 و 4. خلينا في المهم، سايلنت هيل 2 نازله في 8 اكتوبر على البي سي والبلاي ستيشن 5. ندخل بعد كده على نو مور روم ان هيل 2، جزء جديد للعبه الرعب والنجاه اللي تقدر تلعبها مع 7 اصحابك او مع راندوم. انا لعبت الجزء الاول وكان مجاني على ستيم. فكرتها انك بيهجم عليكم مجموعه من الزومبيز وعليكم انك تخلص عليهم، بس الاهم انك تلاقي الحاجات او الادوات اللي موجوده في الخريطه عشان تقدروا تهربوا من المكان. في الجزء الجديد بيقولوا ان الخرائط تقدروا تعيدوها كذا مره، وكل مره تشوف حاجه جديده او طريقه جديده تخرج بيها من المكان. اللعبه دي هتنزل في 24 اكتوبر على البي سي وهتكون ب 30 دولار. طب ليه؟ ما الجزء الاول كان مجاني وزي الفل. اي نعم ما كانش بولشت او لعبه ضخمه وكده، بس كان ممتع. ندخل بعد كده على ريميك تاني الشهر ده، بس المره دي بقى للعبه ما تستاهلش ريميك، وهي انتل دون. ما تفهمنيش غلط، انا بحب اللعبه دي قوي، لعبتها على البلاي ستيشن 4 وكانت قمه في الرعب. وبتتكلم عن مجموعه من صحاب رايحين يقضوا يومين في كابين او بيت وسط الغابه، يعني جو افلام الرعب. الجميل بقى هنا ان اللعبه هتفكرك بالعاب الرعب الكلاسيكيه زي ريزن ايفل وسايلنت هيل. الحلو بقى ان اختياراتك وقراراتك هتأثر على الشخصية اللي انت بتلعب بيها والشخصيات التانية كمان، وبشكل اساسي طبعا على سير الاحداث. يعني خلي بالك وانت بتختار، وفيها شوية كويك تايم ايفنتس في مواقف هتخليك ماسك الدراع ما يتلبش، وخصوصا في اخر حتة في اللعبة كانت قمة في الاثارة. مش عايز احرق، بس كانت مخلياني متمسمر ومخلي الدراع في ايدي ما يتحركش مني، عشان لو اتحركت الشخصية اللي كنت بلعب بيها كانت هتروح في تيز. الحسنة الوحيدة للريميك ده غير الجرافيكس المحسن والكلام ده كله هو ان اللعبة هتنزل للبي سي، فدي فرصة حلوة قوي للعبة البي سي ان هم يجربوها على جهازهم. خلينا بقى في المهم، ريميك انتل دون نازل في 4 اكتوبر على البلاي ستيشن 5 والبي سي. ندخل بعد كده على الجزء الجديد من كول اوف ديوتي بلاك اوبس 6. عشاق بلاك اوبس والحركة السريعة هيحبوا الجزء ده قوي. انا لعبت البيتا وحبيتها. اي نعم انا مش دايما بحب العاب بلاك اوبس بتاع تريارك، بس الجزء ده بالذات حركته هي سبب رجوع شغفي تجاه العاب بلاك اوبس من تاني. اللعبة بوتس اون ذا جراوند وكل حاجة، بس الجديد هنا بقى هو الاوميني موفمنت، وده معناه انك هتطلع اقصى اداء من الشخصية اللي انت هتتحرك بيها، من حيث بقى الحركة السريعة او السبرنت او الزحلقة والنط في جميع الاتجاهات، والانبطاح على الارض كمان بقى ليه انيميشن واقعية اكتر. وفي ميزه جديده هنا كمان انك لما تنشن من حاجز او من جنب حيطه هتلاقي ماسكه السلاح اختلفت وبقت مايله بحيث يديك مساحه اكبر للتنشين وتشوف اعدائك بشكل اوضح. انيميشن تلاقي اعدائك للرصاص بقى اكتر من قبل كده.
قصة اللعبة المرة دي بقى مختلفة، لأن فرقة بلاك أوبس أو أبطال القصة هيقلبوا على السي آي إيه، أو العكس هو اللي هيحصل. في مجموعة أو حاجة معينة اخترقت السي آي إيه ومش هتسيب اللي يقف في طريقها. اللعبة بتحصل في فترة حرب الخليج في الشرق الأوسط، خاصة في العراق، وده بان قوي من إعلانات اللعبة وخرائط البيتا اللي نزلت. المالتي بلاير بقى في وقت الإطلاق هيكون فيه 16 خريطة جديدة، واللي عجبني في خرائط البيتا اللي انا لعبتها انها مش ملتزمه بنظام الثري لين المعروف من بلاك اوبس، اللي دايما بتكون الخريطه فيه متقسمه لثلاث شوارع او ثلاث طرق. لا، الخرائط بقت معقده متشعبه، وده بيقضي على احساس الملل بتاع خرائط الثلاث طرق المعتاده. نظام البرستيج القديم اللي احنا متعودين عليه تاني رجع، ومود الزومبيز هيكون فيه خريطتين جداد وقت الاطلاق. خلينا بقى في المهم، كول اوف ديوتي بلاك اوبس 6 نازله في 25 اكتوبر على كل اجهزه بلاي ستيشن 4 5 اكس بوكس 1 سيريز اكس واس وكمان البي سي. ندخل بعد كده على انون 9 اويكنج، لعبه جديده واخده شويه من هنا على شويه من هنا، هتفهم كل حاجه عنها في الفيديو اللي عملته ليها. وبالمناسبه اللعبه دي هتكون مدبلجه بلهجات عربيه متعدده، وده السبب الاول لاهتمامي بيها، غير طبعا ان الجيم بلاي بتاعها بيعتمد على الستيلز بشكل اساسي. بس في قدرات حلوه هنا موجوده، زي مثلا انك تقدر تتحكم في واحد من اعداء وتخليه يضرب زميله، كل دوت وهارونا بطله اللعبه واقفه بعيد بتحرك اعدائها زي الشطرنج. مش فاهم حاجه، قلت لك شوف الفيديو عشان هتفهم، لانها بجد لعبه تستاهل وجايز تكون مفاجاه من مفاجآت السنه دي. خلينا بقى في المهم، انون 9 اويكنج نازله في 18 اكتوبر على البلاي ستيشن 4 و5 والاكس بوكس 1 والسيريز اكس واس وكمان البي سي. نيجي بقى لاهم حته في الفيديو وهي الالعاب المجانيه، نبداها بانديفيتد. اللعبه دي بتخليك زي سوبرمان بتطير في الجو ومعاك قدرات خارقه فتاكه، وبتضرب وتحتف اعدائك زي هالك، وسريع زي فلاش، وبتضرب في الجو بطريقة أشبه باللي موجودة في دراجون بول. لعبة مخلطة كده هتقضي فيها شوية حلوين. أنا لعبتها من زمان قوي، وكانت ساعتها إيرلي أكسس على ستيم، ودلوقتي خلاص نزلت بشكل رسمي على البي سي وكمان البلاي ستيشن 5، والأهم إنها مجانية. ندخل بعد كده على المجانية فاست بينجوين، لعبة سريعة واخدة سباقات ماريو وكراش وخبطاهم في فول جايز. هتتزحلق بالبطريق، وكل ما تخبط او تضرب خصومك سرعتك هتزيد. الفكرة حلوة وفيها تنافس، اول 10 لعيبة هيوصلوا لخط النهاية هيكملوا ويتأهلوا للحدث او السباق اللي بعده، ويفضلوا في تصفيات لحد ما يكسب واحد بس. اللعبة دي تقدر تلعبها دلوقتي مجانا على البي سي والبلاي ستيشن 5. بس كده، دول اهم العاب رعب واكشن ونجاة لفتوا نظري الشهر ده. ما تنساش بقى ان موقعنا جاهز باكواد بلاي ستيشن واكس بوكس وستيم وغيرهم عشان تشحن وتجيب كل الالعاب اللي نفسك فيها. عايز تعرف اكتر عن العاب الرياضة والاكشن والرعب، انت فعلا في المكان المناسب. شكرا للمتابعة، كان معكم محمود من ايزي نيو تيك.